هذا الرجل اللي أتى بهذه البرادة يقول والله ما كلفت إلا 300 ريال، ولا نزل الراتب 100 ريال لعشر برادات عبيتها تجي الشركة وتعبيها. يعني يا عسكري فكها، يا مدني فكها، يا متقاعدين فكوها، يا أصحاب 25 و15 فكوها لوجه الله، ترى ما تكلفك إلا 400 ريال، أجر عظيم عند الله سبحانه. هذه البرادة فكرة جيدة وكثير من الناس يعرفونها، وكثير من الناس ما يعرفونها، ولكن كثير غافلين. وسوينا هذا المقطع إلا نريد الأجر لنا ولكم، تعاونوا على البر والتقوى، واقهروا الشيطان بكلام الرحمن، واقهروا الشيطان بنشر الخير. أسأل الله من عاوني بنشره بهذا المقطع، أسأل الله أن يوفقه وأن يسعده وأن يشرح صدره وأن يرزقه بجنات عرضها السماوات والأرض. كلامي الأخير، فكوها يا أهل الرواتب، 300 ريال و100 ريال.